كويس جدا، عقل حلو، وش حلو، موهبة حلوة، عقل مميز جدا، جرأة طبعا مكتسبة من الجينات. إلهام صفي الدين شهرتها إلهام الصغيرة نسخة، معرفش بقى نسخة ايه من إلهام الكبيرة، يعني هي ممكن إلهام نفسها تقول نسخة محسنة بقى، نسخة مستنسخة، تقول لنا هي ايه إلهام وصاحبتي وجايزه ومهرجان وقصه شعر ورقه، كل ده بقى مغلف برقه وجمال غير طبيعي. ف انت لافته النظر وعامله حاله حلوه جدا مع الناس، وبجد واصله لقلوب الناس. منورانا يا الهام، ومبروك الفيلم ومبروك الجائزه ومبروك التواجد وكل الحاجات. شكرا الحلوة. شكرا، الله يبارك فيكي. ثانك يو. قولي لي انت الرقه والهدوء ده طبيعي ولا حسب المود، حسب اليوم، حسب الحالة، حسب حاجات كتير بصراحة. بحس ان انا من يوم ليوم بجد شخصيتي بتتغير. انت برج جوزاء ولا ايه؟ دلو دلو ده دلو ده برج مائي لطيف. لا مش مائي، برج برج مائي. مائي يس. برج مائي لطيف. يس. طيب خلينا قبل ما نتكلم عن الجايزة، انت كان عندك رأي في اللي احنا كنا بنقوله في المناقشة قبل ما تدخلي. كنت بتفرج عليها وحسيت ان انا عايزة ادخل اقول حاجات كتير. حاسة ان الثقة مهمة قوي في التعامل مع البشر عموما، بس بالذات بين الست والراجل لما يتقفل عليهم باب. يعني لما الراجل يقول كلمة للست او الست تقول كلمة للراجل، لو انت واثقه في اللي قدامك واللي قدامك واثق فيكي وفي وجهه نظرك وفي نيتك في الحاجات اللي بتقوليها، مش هيبقى في كم العنف ده في الكلام وفي التصرف. فبحس ان لو انت واثقه ان اللي قدامك ده عايز مصلحتك يبقى انت تمام. طب تفتكري الثقه دي تتبني ازاي؟ بحس انها حاجه من عند ربنا. بحس ان الناس بتحس ببعض، فعلا الناس بتحس ببعض، ومواقف طبعا. يعني الواحد بيمر بمواقف كتير قوي مع اللي مجهود قدامه. كمان بس محتاجين نعمل مجهود. يعني طبعا ايه اللي المجهود اللي الست تعمله وايه المجهود اللي الراجل يعمله؟ بحس ان الاثنين لازم يحتووا بعض. يعني مش يعني مثلا انا بتتقالي جمله ان انت ب 100 راجل، فانا بحب الجمله دي ان انا ب 100 راجل. ليه بس بتحبيها؟ عشان بحبها يعني عشان استقلاليه، بتحسسك بالقوه بقوة. والاستقلاليه. يعني انا مثلا مع كل صحابي واصدقائي الرجاله انا ممكن اقف معاهم في موقف واقف معاهم بجد في الموقف ده، بس في نفس الوقت دي جينات الهام شاهين. يعني ايناس مامتك فيها الرقه، ايناس هادي جميله عن بنمس الهام. عليها. لا انا والهام جدع طبعا، الهام كل الحاجات الحلوه فيها، بس ايناس رقيقه كده انثى، والهام انثى برضو بس انثى جدع كده وجريئه وقويه ومغواره يعني كده. فانا مثلا بتتقالي الجمله دي، بس في نفس الوقت من نفس الناس في مواقف تانية بيتقالي ان انت قلب الام. فدول حاجتين ممكن حاجتين يبقوا مع بعض متناقضين، بس هما الاثنين جوايا فعلا وموجودين. فبحس ان الراجل اللي انا هبقى عايزه ابقى معاه في حياتي لازم يبقى عنده الاثنين، لازم يعرف يبقى حنين وفي نفس الوقت يعرف ان هو يتصرف في المواقف. فبحس ان الاحتواء مهم، الاحتواء بكل معنى الكلمه. انت عندك مشكلة مع الاشتباكات اللي طول الوقت موجودة بين الراجل والست؟ على السوشيال ميديا يعني طول الوقت كأننا بنتصارع، كأننا في معركة. بالنسبة لي انا شخصيا بحس ان كلنا بني ادمين وبس، هي خلصت كده. بالنسبة لي الموضوع ابسط بكتير من كل الحاجات اللي بتحصل دي. احنا كبشر كلنا في بينا جدال وفي arguments بتحصل، يعني عادي سواء ست او راجل. بحس ان احنا بني ادمين، فالمفروض ان احنا فعلا نبقى متصالحين مع نفسنا ومتصالحين مع اللي قدامنا، ومفيش اصل الست اقوى من الراجل والراجل اقوى من الست، وده المفروض وده مش المفروض. انا ما عنديش الحته دي. انا بحس ان الواحد لو نيته صافيه وذهنه كده هادي كده وعارف هو عايز ايه في حياته، الدنيا هتمشي تمام. والانسانيه، الانسانيه وان مهمه انت تكون قوي. انسان. ايه مواصفات الراجل بالنسبه لك بتركيبتك بقى دي النفسية والوعي اللي عندك، متخيلة ايه الراجل وهل سهل ان احنا نلاقيه؟ انا بحس ان ما عنديش صورة معينة، مش رسمة صورة. لا مش رسمة صورة معينة بصراحة، لان انا يعني حاسة ان انا عندي فوكس كده على الكارير بتاعي قوي حاليا، فدي مش حاجة في دماغي. بس يوم ما لو ده حصل
هبقى عايزاه يبقى متفهم. انا حاسه ان دي مهمه قوي. متفهم طبيعه شخصيتك وطبيعه شغلك؟ متفهم في كل حاجه. انا بحس ان انا شخص متفهم يعني. فعلا بحاول ان انا احط نفسي مكان اللي قدامي. وفي حاجات في الدنيا كده عمرنا ما هنحس ببعض فيها بجد، بس لازم نبقى فاهمين ان اللي قدامنا جاي من حته مختلفه ومن باك جراوند مختلف، وطريقه تفكيره ممكن تبقى مختلفه. فاحنا طول ما احنا ما فاهمين بعض هيبقى في حوار داير ما بيننا وفي رايح جاي. واللي بيبقى متفهم اللي قدامه ما بيبقاش عايز يثبت حاجه. دي جمله مهمه جدا جدا. بس انت دلوقتي مقرره النجاح رجل حياتي الى ان الاقي الحب صدفه او فجاه، ولا انت مأجله فكره الحب؟ لا، هي تيجي وقت ما تيجي يعني. ممكن ما تجيش اصلا وممكن تيجي، بس هي تيجي وقت ما تيجي. ما عنديش حته بحس ان الناس عندها الجواز ده حاجه لازم تتحقق في الحياه. انا ضد ان الواحد يتجوز لمجرد الجواز، لان ده بيبوظ البيوت. انا بحس هنعرف اكتر دماغ مختلفه نفسيه قمر كل حاجه فيها حلوه. هنكمل معاه حوارنا بعد الفاصل. الصغيرة اللي قاعدة قدامنا دي بس كلها بقى وعي وثقافة واختلاف وصدق. أهم حاجة الصدق، وعندها حس إنساني عالي جدا. صاحبتي الفيلم، كنت متوقعة يعني. إحنا شفناكي في كذا مسلسل، وواضح الموهبة بتتكلم عن نفسها، البصمة واضحة ملفتة يعني. لكن في الفيلم في جايزة وفي وضوح أكتر يعني، كنت متوقعة وكان نفسك الفيلم يدخل المهرجانات. أعتقد دخل مهرجان قبل مهرجان القاهرة كمان. كان أول فينيسيا. فيلم مصري قصير يدخل مهرجان فينيسيا. إن هو طبعا فيلم مصري وأول فيلم، ده أول حاجة صورها بجد في حياتي يعني، أول فيلم أعمله في حياتي. وإن هو يدخل مهرجان كبير زي مهرجان القاهرة السينمائي وياخد جايزة كمان من لجنة التحكيم، كان يعني أحساس. الفيلم ده اتصور قبل المسلسلات اللي احنا شفناكي فيها؟ بدأت بروفات فيه من قبل أي حاجة. تمام. وهو جه صدفة، هي كوثر المخرجة قابلتني في حمام. بنحيها برضو، مخرجة تحسها مختلفة كده شكلا ومضمونا يعني. قابلتني صدفة في حمام وقالت لي عايزة تمثلي، قلت لها يلا بينا. وقد كانت، وبعدها في حاجات برضو جت صدفة واتفتح لي الطريق ده وبدأت فيه. بس الإحساس إحساس ما أقدرش أوصفه. بس قبلها أنت ما كنتيش عايزة تمثلي؟ كنت عايزه امثل، بس كنت مستنيه يعني. كنت مستنيه اخلص جامعتي واشتغل شويه واركز كده وبعدين ابدا الطريق ده. بس هي جت كده وما قدرتش بقى، مسكت في الموضوع وكملت فيه. بس احساس تحفه بصراحه يعني. انا ما اقتنعتش بالموضوع لحد امبارح مثلا ان كل ده فعلا بيحصل. طب الناس قالت في حاجات، في جرأه وفي مشاهد وفي مش عارفه ايه، الحاجات دي انت بتستوعبيها ازاي؟ ولا عندك دايما تجربة الهام بتقويكي؟ اتصدمت برد الفعل ولا كنت متوقعة؟ بصراحة أنا شفت ردود أفعال، كانت ردود أفعال لذيذة جدا، وهي دي ردود الأفعال اللي أنا مسكت فيها. وأهم حاجة بالنسبة لي كانت ناسي أنا إيه رأيهم يعني، عيلتي وصحابي وحبايبي دول إيه رأيهم في الموضوع. وكلهم كانوا في ظهري جدا بصراحة، وده اداني ثقة في نفسي قوي. وكده كده في ردود الأفعال الوحشة، وكل واحد وليه وجهة نظره. أنا متقبلة جدا إن كل واحد يدي رأيه، بس بالنسبة لي بصراحة ما أثرش فيا خالص اللي اتقال، لأن أنا شخصيا عارفة الفيلم بيناقش إيه يعني. بالنسبة لي الفيلم بيقدم حالة، والفيلم كان فيه فكرة إيه اللي بيخلي الراجل راجل وإيه اللي بيخلي الست ست. كان فيه إن الأب اللي بيعاكس صاحبة بنته، كان فيه حاجات كتيرة قوي. كان في حاجات كتيرة قوي كان ممكن الناس تمسك فيها، وهم مسكوا في الحاجات اللي هم شايفين إنها هتعمل بوم. بس بالنسبه لي ما كانتش دي فكره الفيلم. تفتكر الناس استوعبت التفاصيل المهمه الانسانيه الموجوده في الفيلم، ولا هم استوقفهم بس القبله اللي كانت موجوده يعني؟ الاستقبال لبعض الناس بيبقى غريب شويه حسب يعني. كان في كده وكان في كده. وبصراحه انا اي حد كان موجود يوم ما اتعرض الفيلم او في اي يوم اتعرض فيه الفيلم، الناس اللي انا اتناقشت معاها فعلا كانوا فاهمين القضيه اللي احنا بنطرحها. فده كان مريحني ان الناس اللي بجد
فاهمه في الفن وعارفه يعني ايه كتابه سيناريو وعارفه يعني ايه تمثيل واخراج وان الواحد يوصل حاله. الناس كلها اللي واعيه وفاهمه الحاجات دي، الناس دي رايها كان تمام وما مسكوش في بوسه او في حاجه. انت عندك قناعه ان انت ما بتخافيش وان الفن ما ينفعش نعمل له قيود ونحجر عليه. صح، انا شايفه ان الفن جاي من الحقيقه، والفن لازم يبقى فيه صدق، والحقيقه دي بيحصل فيها كل حاجه، فاحنا ليه ما بنقدمش كل بس حاجه؟ بس انت مش قلقانه من الصدام؟ لان الحاجات دي بتعمل صدام مع الناس. مش قلقانه من الصدام وانت لسه في بدايه الطريق؟ يعني الهام بتعمل صدام طول الوقت، هي متعوده على كده واحنا بنحبها عشان هي شخصيه قويه وبتواجه وجريئه، بس لما حد يبقى لسه في بدايه الطريق ما عندوش تخوف؟ بصي، انا امي وابويا مش عايشين مع بعض، فانا بقعد في بيت امي وبقعد في بيت ابويا، الاثنين مربيني على ان اعملي اللي انت عايزاه طول ما انت ما بتاذيش حد وما بتاذيش نفسك. فانا كنت شايفه وما زلت اكتشلي مقتنعه ان اللي انا عملته ده تمام جدا، ما فيهوش اي حاجه يا جماعه، مشهد زيه زي اي مشهد هعمله بيوصل حاله. فبالنسبه لي ده كان مريحني، وعارفة ان كده كده في صدام وفي حاجات هتحصل وكل واحد هيدي وجهة نظره، بس انا مقتنعة باللي انا عملته، مقتنعة بيه جدا. طيب انت عندك نموذج إلهام شاهين، بتقولي اننا بعد 10 سنين هبقى نسخة من إلهام شاهين، نسخة ولا الجملة دي مش دقيقة؟ لا انا مش شايفة ان انا هبقى نسخة منها، حاسة ان انا في ميكس منها وبحاول اخد منها كل الحاجات اللي خليتها تبقى ست قوية كده في الحياة. ايه بالنسبة لك اكتر الحاجات اللي انت عايزة تبقى جواكي او تشتغلي عليها فتبقي انت بالقوة دي او عندك الصلابة دي؟ هقولك بمنتهى الصراحة جملة، ميمي لو بتتفرجي بليز ما تزعليش مني، بس هي ما بتعرفش تبقى الدبلوماسية. ايوه صح، معروفة الهام قلبها يعني على لساني. دي حاجة أنا عارفاها فيها، أنا اللي في قلبي على لساني، بس بحس إن في حتة هجوم كده معينة هي مش جوايا أصلا. يعني أنا مش بقول وجهة نظري عشان عايزة حد يقتنع بيها، أنا بقولها عشان أنا بقولها، عشان أنا بقولها بصوت عالي، بس مش عشان أقنعك أو تقنعيني، لا كل واحد. يعني أنت أكثر هدوءا؟ بحس كده بصراحة. يعني انفعالية فهي أكثر انفعالا، أنت أكثر هدوءا، بحس بينما كده هي شايفة أن أنت نسخة منها على أجن. هو أنا ممكن أبقى أجن بصراحة، بس أجن من تحت لتحت. يعني أجن بطريقتي. هي بتخاف عليكي من إيه؟ يعني قالت لك إيه أكتر حاجات بتبقى خايفة عليكي منها؟ من كل حاجة. إيه بقى؟ بجد بتخاف عليا من كل حاجة، لو ما كلتش تخاف إن أنت ممكن تقعي من طولك عشان ما كلتيش، ولو ما نمتش يبقى لا أنت مش تبقي مركزة، ولو خارجة أنت فين مع مين إزاي الساعة كام، مين اللي مرجعك على البيت، يعني مشاعر أمومة عالية فعلاً جدا. فعلاً دي حقيقة. بحس إنها بتخاف عليا أكتر من أبويا وأمي، يعني قلبي من جوه، بس فعلا بقول لها ما تقلقش عليا، يعني بحس ان انا عاقله. انت عاقله فعلا. استشرتيها في دورك في فيلم صاحبتي؟ اول ما جالي السيناريو قريته قلت لها بصي انا عاجبني الفيلم وحباه من قلبي، وحاسه ان احنا بنطرح موضوع انا حابه اتكلم فيه. قالت لك ايه؟ قالت لي لو انت مقتنعه باللي انت بتعمليه اعمليه. وبس، واقتنعت يعني. وعملت. محذرتكيش؟ ما قالتلكيش طيب؟ بس لا، قالت لي طبعا ان هيحصل هجوم، بس حاسه ان هي من جواها كانت عارفه ان انا هبقى قد الهجوم ده، لان هي عارفه ان انا متمسكه بحاجات معينه كده جوايا، مهما يكون مين اللي قال ايه انا هبقى تمام. الجينات تتحدث عن نفسها. والله شايفه الهام تاني قدامي. قولي الو. الو، حبي انا، قلبي انا. طبعا لازم اخاف عليكي من كل حاجه. حبيبه قلبي. يا مساء الفل والجمال على احلى الهام في الدنيا، على احلى اتنين الهام. حبيبتي يا سوسو، ربنا يخليكي يا قمر. ربنا يخليكي. هي شايفه ان هي بتحاول تبقى دبلوماسيه، يعني بتحاول تاخد يعني اندفاعيتك دي هي تعملها بدبلوماسيه. انت شايفه هي واخده ايه منك وبتفرمل ايه؟
لا انا اقول لها برافو طبعا انها تبقى بتفكر بالطريقه دي، لانه هي قالت اوعي تزعلي انها تقول ان انا مش دبلوماسيه، انا عدم دبلوماسيتي خسرتني كتير وزعلت مني ناس. طبعا هي لازم يعني هي في بدايتها ولازم تكسب الناس وتقول رايها بحريه وكل حاجه، لكن بكياسه بطريقه ما يبقاش فيها استفزاز. انا احيانا بقول ارائي باندفاع شديد فبيبقى مستفز للناس، انا عارفه عيوبي ده عيب فيا، انا مش عايزاها تاخد عيوبي، انا عايزاها تفضل بشخصيتها القويه وهذه الروح الحره تماما والوعي والفكر ده، ولكن فعلا بدبلوماسيه لان هو ده مطلوب، والفنان لازم يبقى دبلوماسي ما يزعلش الناس منه، وفي نفس الوقت يحقق اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه اللي شايفه صح. وانا واثقه في عقليتها، انا عارفه لولو بتعرف تختار، يعني يمكن هي تكون حكيت لي على الفيلم ده لكن هي عملت ادوار تانية كتير ما حكيت ليش عنها، وانا فوجئت بيها زي الجمهور وعجبتني جدا يعني في المسلسل اللي بيتعرض حاليا وسط البلد على إيه، وسط البلد عاملة دور صعب، عاملة دور صعب حقيقي يعني دور المدمنة والمخدرات والمتمردة على عائلتها وعلى أبوها واللي بتتجوز في السر يعني أو بتتجوز غصب عنهم ومن الغنى الفظيع اللي بتروح تعيش على السطوح، فلا دور بس صعب. بس استشارتك في صاحبتي ما خفتيش عليها من الصدام في البداية كده ان يبقى، ولا الصدمات دي او الصدام ده ممكن يعملها مناعة؟ لا 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 لا، بصي الفكر الجديد والسينما المختلفة هي دي اللي بتقدم القيمة والرسالة. احنا مش عايزين فن للتسلية، احنا عايزين فن يفيد الناس يبقى ليه رسالة حقيقية. وفي أدوار حتى لو الناس شايفة إن فيها جرأة أو حتى فيها شر أو فيها أخطاء أو واحدة منحرفة مثلا، لكن في نهاية العمل هو ليه رسالة مهمة. وأنا لما بقدم مش المشكلة بس في مشهد بوسة، لو أنا بقدم دور مثلا واحدة تجارة مخدرات ما هي بتقتل مجتمع وناس، لو أنا بقدم دور واحدة إرهابية مثلا زي بتلوع الروح زعيمة إرهاب بتقتل وبتجلد وبتموت الناس وبتستبيح حقوقهم، هل أنا كده بعمل شيء غلط؟ لا، أنا بفيد المجتمع لأن أنا في الآخر بقول رسالة مهمة جدا من الدور المكروه ده اللي طيب انتوا رافضينه ده. طيب هل ممكن إن احنا نشوف إلهام الصغيرة مع إلهام الكبيرة في حاجة قريب؟ والله مش عارفه بس انا هبقى مبسوطه جدا طبعا. وانا هبقى مبسوطه طبعا جدا. يعني وهي كمان هتبقى مبسوطه، هي بقى كان نفسها يعني بعدين او الدور اللي انت عملتيه وهي شايفاه كويس، لو دي معلومه دقيقه، خلطه فوزيه. مظبوط. اشمعنى خلطه فوزيه؟ ما اعرفش ليه بس انا اتفرجت على الفيلم ده كذا مره، وكل مره اتفرجت على الفيلم حسيت اللي هو ايه ده انت عجباني شخصيتك، يعني ما اعرفش حسيته في قلبي مش هعرف اوصلها باي طريقه تانية، هو احساس. انت شايفاه ازاي الهام انها شايفه خلطه فوزيه ده حلم بالنسبه لها او يعني حاجه قويه؟ انا بشوفه بالنسبه لي انا اقرب الشخصيات لقلبي، لانه اي حد عنده انسانيه عاليه هيحب قوي فوزيه. يعني فوزيه دي اللي بتلاقيها في ميتم تلاقيها راح تدور على صندوق عشان تدفن الميت، في فرح هتلاقيها بتزوق العروسة وترقص لها، حرة جدا في تصرفاتها ما بتعملش شيء غلط، عاجبها راجل هي اللي بتروح تقول له تتجوزني يا اخويا وتتجوز، ما ربحتش في حياتها بتتطلق. ايوه هي انسانة حرة من جواها. ده حقيقي. وبعدين مهما تتجوز تقول انا لازم اشتغل رغم فقرها وجهلها، لكن لازم تعتمد على نفسها كامرأة، بتقول القرش بتاعي أنا اللي أحس إن أنا جايباه بتعبي ده عندي أهم من أي فلوس يديها لي راجل. ف
انا معجبه باراء فوزيه جدا، واللي بتجمع الناس في رمضان على مائده كل واحد بطبق كانهم يعني مائده رحمن، واللي تجمعهم يروح يصلوا صلاه العيد مع بعض ويعملوا الكحك سوا. هي شخصيه فوزيه فعلا من الشخصيات الاثيره والمختلفه جدا في السينما، المراه المصريه الحقيقيه الحلوه اللي احنا نحبها. طب البنوته الحلوه بقى اللي معانا، ايه اللي انت شايفاه فيها مختلف كممثله؟ احكي لي بقى. لولو هتقدر تعمل شخصيات كتير مختلفه، لان هي مثلا بتغني حلو، بترقص حلو، ما شاء الله، عندها لياقه عاليه جدا. تقول لي لا؟ ايوه تقول لك لا. بتقدر تعمل يعني يعني التركيبه بتاعتها تقدر تعمل حاجات كتير، وبعدين تقدر تعمل الانوثه الشديده، وتقدر تعمل بوي يعني شخصيه الولد او الراجل او البنت اللي فيها المسترجله، هي فعلا فيها الحاجتين. ايه السر اللي احنا ما نعرفوش عن الهام الصغيره؟ تقوله لنا كده معلش، يعني افتش الاسرار. قولي مسموح؟ قولي اللي انت عايزاه. خلاص خدنا انا خلاص. لا بصي، هي حنونة جدا ويعتمد عليها قوي. اما هي بتقول قلب الام تعبر عن حنانها، يعني لولو تبقى بتحب جدا وتساعد جدا، بس يمكن ما تعرفش تقول ده. يعني انا ممكن طول الوقت اقولها بحبك، هي ممكن ما تقولش، بس كل تصرف ليها يقول انها بتحبني. أكيد. هي من نوع اللي كتومة شوية، يعني مش تعرفش تعبر عن مشاعرها يعني. أو بتعبر بطريقة تانية غير الكلام. لا مختلفة بالتصرفات، وده أجمل وأحلى. أكيد أحلى وأجمل حاجة أن أنت كنت معانا على الهواء، غير أن إلهام معانا في الاستوديو. بنشكرك وبنتمنى لك دايما كل تفوق وإشراق وقوة وجدعنة. شكرا إلهام شاهين. ايه قصه قصه شعرك وصوتك؟ اولا انت قصيت شعرك، ونسيت اسال الهام رغم ان هم كانوا معترضين. الهام قعدت تعيط بالدموع، قعدت ساعه ونص بتعيط بتعيط انهيار. طب ليه حاسه ان انت لو قصيت شعرك كده انت اتحررتي؟ ما اعرفش بصراحه، هو عدى عليا فتره طويله قوي عماله بقول انا عايزه اشيل شعري، عايزه اشيل شعري، عايزه اشيل شعري. انا كنت حلقاه خالص، كان على واحد. شفتك وانت حلقاه، بس انت حلوه في كل الاحوال، بس اكيد الشعر يعني انا زي ما حسيتش بده خالص، زي كل التقليدين اللي زي حالات الشعر تاج المراه وبتاع. ما سمعت كل الكلام ده ساعه ما قصيت شعري، بس انا شخصيا ما حسيتش بده، بالعكس انا بعد ما قصيت شعري بجد حسيت ب. طب ممكن تكررها تاني ولا خلاص بقى نضجنا كده وعملنا التجربه وعشناها وخلاص بقى مش عايزه اعملها تاني؟ بصراحه انا لو مني وبقولها، انا لو كنت بشتغل اي شغلانه تانية في الدنيا مش قدام الكاميرا عمري ما كنت طولت شعري. فعلا؟ في راحه وبيديني ثقة، معرفش ليه. وحتى يعني لما بلبس فستان وكعب وبس ما فيش الشعر ده بحس نفسي بجد يعني انت مش مقتنعة ان الشعر تاج المرأة خالص؟ بحس ان الانوثة دي بتبان من جوه لبره، يعني ده حقيقي طبعا، الانوثة اتيتيود وتصرفات الشكل بيفرق طبعا، بس انا بحس ان انا من غير ميك اب او بميك اب او بفستان او بجينز او بايا كان، انا واثقه في انوثتي، فانا مش حاسه ان موضوع ان انا شلت شعري ده. الثقه هي اهم حاجه، اول حاجه لما دخلت هنا اللي قالت لك الثقه. فحلو جدا ان الشخص يبقى فعلا واثق من نفسه. طيب في التعليم بقى، احنا لسه مأجلين ان احنا نخلص تعليم؟ لسه مكمله بدرس ديجيتال ميديا. يس، لكن عملت بريك في وقت ما عشان جالي حاجات كتير قوي ورا بعض، بس راجعه بقى وهخلص الموضوع. ايه الطموحات اللي نفسك تشتغل عليها؟ ان شاء الله نخلص التعليم، ان شاء الله نتوقف عن ان احنا نقص شعرنا. دي امنيه خاصه، امنيه خاصه بكل اللي حواليك، مش امنيه خاصه ليكي. ايه تاني امنياتك انت؟ نفسي ان انا بجد كل حاجة بقدمها كشخص في حياتي الشخصية وكفنانة في شغلي، كل حاجة بقدمها تحسس الناس ان الدنيا فيها حاجات حلوة. لان انا بجد بحس ان الدنيا فيها حاجات حلوة، وحاسة ان انا حصل حاجات كتير قوي في حياتي وحصلت ورا بعض
حاسه ان انا خدت منها مسجز كده من الدنيا ان لا الناس وحشه، المجتمع وحش، ما اعرفش ايه وحش، بس انا بفضل دايما حاسه ان لا يا جماعه ده الدنيا جميله. ما بتاخديش حاجه مسلم بيها، يعني عندك عقليه نقديه ونفس فيها مرونه، بتقدري ان انت تعملي تاخدي كل الكلام ده محفظوش مش اكلاشيهات. لا محفظوش بجد، شايفه ان الدنيا جميله ونفسي ان انا احسس كل اللي حواليا بده. طب التشويش اللي حصل لك، انت قلتي ان انا حصل لي تشويش في التعليم زي لما حصل لك في مين قال في الشخص، في الشخصيه او اللي حصل في المسلسل ده، التشويش ده اللي هو ايه، جدول تعليم مثلا ولا ايه، جدول النوع اللي انا بتعلمه ولا ايه التشويش؟ بصراحه انا كان عندي مشكله في الدراسه في الجامعه ان انا هروح احضر اللسن بتاعتي هتبقى ساعتين مثلا، طب لو انا شخصيا في الماده دي الكلام اللي بيتقال في ساعتين ده انا شخصيا ممكن استوعبه في ربع ساعه، ليه هقعد الساعتين؟ فانا كان نفسي ان ال4 سنين دول لو اتعملوا في سنه، أو انا سنة ونص أو سنتين او سنه حتى. ونص او سنتين او ايا كان، انا ما عنديش عندك مانع ان حق، انا ده اشتغل. فكر ناس كتير من الأجيال بتاعتكم يعني. ما عنديش مانع اشتغل دبل وتريبل واتعب، بس اخلص واحس ان انا دايما بتعلم حاجه، لان كل واحد وليه قدراته وكل واحد فاهم في حاجات معينه. وانا كنت بدرس ديجيتال ميديا، والديجيتال ميديا فيها كل حاجه ادفرتايزنج، وابويا بيشتغل في الادفرتايزنج، بشتغل من وانا عندي 16 سنه، فكنت لما بروح الحصص بحس ان لا انا انتي مستفاده اكبر اكتر من مني. الشغل، فكنت بروح الشغل. اوكي، يعني انتي عندك، انتي سابقه يعني، عندك علم وخبره سابق اللي انتي بتدرسيه. اكيد مش في كل حاجه، بس في معظم الحاجات اللي انا كنت باخدها ده كان احساسي. بصي، مفيش حاجه بتحصل صدفه يعني، التركيبه اللي احنا شايفينها دي، ده واحده بتشتغل من هي عندها 16 سنه، عندها جينات وعندها شخصيه مختلفه، عندها روح حلوه وحره ودماغ صافيه كده ومرونه نفسيه وثقافه اكيد، فيعني تركيبه كده حلوه جدا. انت نفسك ايه، طموحك يعني ايه، اللي هو بعد 5 سنين بعد 10 سنين انا عايزه اكون فين، عايزه اعمل ايه؟ عايزه ابقى عشت كل الشخصيات اللي انا عايزه اعيشها، فعلا عايزه ابقى عشتهم، اللي هي عشتهم بجد. زي ايه اكتر شخصيات نفسك تعيشيها؟ نفسي اعمل دور سايكو، نفسي اعمل دور سايكو قوي، بحس ان ده بيبقى فيه حاجات نفسيه ملعبكه قوي، وان انت تطلعيها والناس تصدق ايه ده، تاني، ايه دي تاني؟ صعبه. نفسي اعمل دور البنت الغلبانه اللي في الحاره دي، حته انا مقربتش منها، والناس دايما تقول لا انتي كلاس قوي على انك تعملي ده. انا ما بشوفش كده، بالعكس الممثل لازم يبقى قادر ان هو ويعمل يبقى كل عكس حاجه شخصيته تماما طبعا، وان الناس تصدقه، دي اللي مهمه قوي. نفسي اعمل كل الشخصيات، نفسي اكسب اوسكار في وقت ما هاخد اوسكار، اوسكار بقولها لا بصوت ان شاء عالي. الله. طموح العالميه، خلي دايما طموحاتك عاليه، كلنا الجيل ده يبقى عنده طموح عالمي. عايز تعملي تجارب دوليه عايزه عشان اعمل كل الاوسكار؟ حاجه. انا نفسي مثلا امثل باللبناني، دي مثلا حاجه انا نفسي اعملها قريب، لان انا اصلا لبنانيه، فنفسي امثل باللبناني، نفسي امثل بالانجلش وبالفرنش يعني بحس ان اي حاجه انا اتعلمتها في حياتي الشخصيه نفسي اقدر اطبقها فنيا. من جيلك في امير المصري وفي احمد مالك، فان شاء الله يعني نشوفك، وخاصه عندك لغات وعندك الطموح وعندك الاراده ان شاء الله. بس مش هنختم غير لما تغني. الهام قالت انك بتغني، ايه يبقى ده؟ لا ما بتغني. انا ما بغنيش، ما هو في الاول لما كان في الفيديو لا اللي قلت بتاع حصل احمد ده، سعد. طب قولي ايه اليوم الحلو ده؟ لا كان حلو. والله صوتي وحش يا لا جماعه، ما احنا بعرفش بغني هزارا في احنا الشاور. عايزين اغني هزار الشاي. يلا مش عارفه اغني ايه اللي انت عايزاه. دماغي راحت والله، راحت والله، صوتي مش حلو. امثل لكم اللي انتوا عايزينه طب بس مش غني، غني هغني. لا بالانجلش، غني بالفرنش، يا بلاش لو يعني ايه الاسهل بالنسبه لك؟ انت بتحبي، بتحبي تسمعي مين؟ ماشي هغني بصوت الشاور، بس هو مش هيبقى صوت حلو، انا بقولها اهو. يلا ماشي. Same bed but it feels just a little bit bigger now. Not a song on the radio, but it don't sound the same. And I never, never gotta clean up the mess I made, oh. And it haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like, ooh.
مش هقدر مش هقدر مش واخده نفسي جد خالص مش على قادرة. كل حال النموذج اللي قدامنا البنوتة القمر دي هي ما تملكش غير انها تدخل قلبك، ما تملكش غير ان انت تحبها بجد، يعني حاجه حلوه جدا جدا ان يبقى حد ربنا مديله الحاجتين دول، ان هو يعني يبقى عقل حلو واحساسه حلو وبيدخل القلب على طول. شكرا، اسعدتينا ونورتينا، وان شاء الله نشوفك وانت عامله نجاحات عالميه مش ان شاء الله بس ان شاء الله. بشكرك يا الهام، بتمنى لك كل تفوق وتالق، وبنشكر كل المشاهدين، يومكم زي الفل يا رب، كله صحه وخير وسعاده، نشوفكم بكره على خير. شكرا، الى اللقاء.